الف مبروك يا حاج. مبروك على الكفر كله يا عبد وعلي. اظن دلوقتي عبده ما يقدرش يهوب ناحيتين. علي النعمه من نعمه ربنا تفنوا بالحياه لو رجله هوبت الناحيه. ما تخافوش يا اولاد، انتوا حطيتوا ايد رسمي على الارض، لا عبد ولا الف زيه يقدر يهوب ناحيتنا. البركه فيك انت برضو يا حاج. البركه في اللمه يا عطوه. يلا شدوا حبه يا رجاله علشان نخلص قبل النهار ما يطلع. ايه رايك يا ابو الحاج في كوبايه شاي ما حصلتش؟ ملوش نجوم يا ابني. أنا ماشي عم مستعجل شوية. مع السلامة. استنى يا عم أجي معاك أوصلك الدنيا ليل. ما تخافش يا ابني، خليك ورا يا ولاد عمك أنت. شدوا حيلكوا يا رجالة. يلا الهم عايزين نخلص قبل النهار ما يطلع. حسين ومعاك سلاح كمان؟ ايه اللي جابك هنا؟ ها؟ دي الواد ده قتل قتل واكيد كلمه على الغد. ايوه بلغ المركز. ايوه بلغ المركز. اذا ما تكلمش بلغه المركز. قلت ايه يا ابو حسين؟ شايف دول؟ لو سبتهم عليك الدبان الازرق مش هيعرف لك غره. هتكلم يا حاج، هتكلم. امشوا انتوا على شغلكم. عطوة، ايوه حاج، هاتوا معايا على دار العمدة. قوم يالا فزر نجر قدام يالا. يعني انت ما دفعتش الالف جنيه لابو حسين النهارده؟ ما حصلش. طيب وما اتفقتش على قتل شوكت بيه والحاج مصطفى؟ اتفق ازاي على جناية قتل يا حضرة العمدة واني شيخ غفر الكاف؟ ايوه. لا بلاش الحكاية دي دلوقتي. طب اذا ثبت ان انت عملت العمله المهببه دي يا مصلح، يبقى استاهل قطع رقبت. اتفقني. اتفقنا على ايه؟ مش فاهم. على قطع رقبتك ان شاء الله. قطع رقبتي؟ انت عايز تقول ايه يا حضره العمد؟ هفهمك حالك، هتعرف حالك. واد يا مصبح. ايوه حضره العمد. نادي على الحاج مصطفى واللي معاه. اتفضل يا حاج. السلام عليكم يا حضرة العمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي. أهلا يا حاج. أهلا أهلا. اتفضل جنبي هنا. مين؟ إيه؟ مش عارفني يا مصلحي؟ اسم أبو حسين. أبو حسين يا شيخ الغفر. اتفضل يا حضرة العمد. أدي الألف جنيه وأدي البلاغ أهو. بلاغ؟ أيوه. اللي كتبه ابو حسين باللي حصل منك. ايوه يا حضره العمده، بس اصل اني لا مؤاخذه يا حضره العمده، تلاته بالله العظيم لو انكرت لا طلع حباب عينيك على صوابعي. اهدى بس يا ابو حسين وسيب العمده يتصرف، ما تنجسش صوابعك في عينين ولد زي ده. خلاص اني دلوقت هاخد اقوال ابو حسين، وبعد اذنك يعني اخد اقوالك بالمره. طب وابويا الحاج مات؟ هيشهد يقول ايه بس؟ طبعا هشهد باللي حصل بينك وبينه، واداني الالف جنيه علشان اوصلهم للعمد. ها؟ هتنكر انك اديتني الالف جنيه دول يا مصلحي؟ يا ناس حرام عليكم، انتوا عايزين تودوني اللومان ولا ايه؟ انت اللي وديت روحك اللومان مش احنا. انا برضو يا حضرة العمدة راجل صاحب عيال برضو. ايه رايك يا حضرة العمدة؟ معلش سامحوا بقى المرة دي. سامحوا ازاي بس يا حاجة؟ ايه ده كلام؟ دي جناية وفيها تأبيد على الأقل. دي ثابتة عليه 100%. أنا عارف إنها ثابتة عليه 100%، لكن اعتقوا بقى لوجه الله معلش. وأنا متأكد إنه من هنا ورايح هيمشي زي الألف. زي البلغ. بس سماح المرة دي يا أبو الحاج. بس على شرط. معقول الكلام ده؟ طب مين؟ مين اللي ضرب ابو حسين؟ مين؟ لحد كده يا فندي واستاذن انا، بلاش اظهر وسطيكم وانا حذرتكم. وانت
كنت واد يا مصلح. عملت ايه مع العمد؟ اوعى يكون ضحكت عليكم مضاك على ورق. ما ترد على ابراهيم افندي يا شيخ الغفر. يا اخي شيخ الغفر انت كمان ما تسمع. في ايه يا مصلح؟ ما انتش واقف على بعضك ليه؟ اصلهم يا افندي اتكتروا علي وانا كنت لوحدي. يعني ايه؟ كتبوك ورق؟ كتبوا لي استقاله. يخرب بيتك يخرب بيتك زي ما خربت بيتني. طب وليه؟ ليه بالمره ما كتبتش تعهد انك مسؤول عن حمايه مصطفى وعامر وشوكة بيه؟ غصب عن غصب عنك. شفتوا؟ يعني من هنا ورايح انا المسؤول عن حمايه شوكة ومصطفى وعامر وعيلته. وانت مالك يا فندي؟ تحميهم عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان سمصلح اللي افتكرته راجل وعملته شيخ غفر عشان ادوس بيه على الكفر. انت بيه عيل ولا يسوي. معلش يا فندي الألم بيغلط. ايوه الألم بيغلط، بس غلطة ابن عمك ملهاش داوي. هندفع ثمنها غالي غالي قوي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه هذا يا مصطفى جاي ليه؟ عايز الشيخ الغفر. كلم يا شيخ الغفر. كلم يا اخوي. ايه يا مصطفى في ايه؟ اشارة من المركز علشانك. وعاوزيني ليه؟ ومين عاوزين؟ البيه المأمور. اهلا وصلنا للبيه المأمور. انت بتخرب بتقول ايه يا حاج؟ بقى عطوه يمسك شيخ غفر الكفر كله؟ انا ما بخطرفش يا عبد افند. اذا كنت انا بنفسي قاري الاشاره اللي جايه من عند البيه المأمور وخدها الواد مصبح يوديها العزبه عشان يبلغ عطوه. دي تبقى الحكايه عينت خالص يا بوي. قولي تهببت على دماغنا كلاتنا. كله من مصلح الله لا يكسبه. مصلح ماله بس يا عبد افندي؟ ده راجل غلبان يا اخي غلبه عيشته. ما هو اللي حصل ده من تحت راسه. بس هو راح في الرجلين ويا عالم بقى يحصل له ايه بعد كده. انت عارف عقوبه الجريمه اللي انت ارتكبتها يا سعاده البيه؟ الحكايه بس يا ابراهيم انا ما حضرتكش هنا الا عشان خاطر الحاج. ما تضطرنيش اقول لك اتفضل اطلع بره. خلاص يا سعاده البيه انا اسف مش هتكلم تاني. انت كان ممكن تاخد مؤبد في العمله اللي عملتها دي، انما نجاتك بقى جت على ايدين. بعد اذنك يا بيه. عارف يا مصالحي البركه في العمده اللي ترجل بيه المأمور علشان يكتفي باستقالتك. ربنا يخليك يا ابو الحاج. متشكرين يا حضره العمده. ربنا يطول لنا في عمرك يا بيه. من هنا ورايح تمشي زي الالف. انت عارف المسافه من الكفر بتاعكم لغايه هنا في المركز 10 دقايق بالعربية. لو سمعت انك عملت اي حاجة هتلاقيني فوق دماغك بنفسي. فاهم؟ ايوه بفا. وانت يا ابراهيم افندي مش عاوز مشاكل وخصوصا مع الحج. هو اشتكالك مني يا بيه؟ من غير ما يشتكي. انت عارف ان انا فاهم وانت فاهم. امرك يا بيه. دلوقتي اتفضل خد ابن عمك ومع السلامة. تشكر يا بيه. السلام عليكم. يلا يا مصلح. سعادتك احرجت ابراهيم. انا ما عملتش حاجه، ده العمده هو اللي لم الموضوع. مفهوم مفهوم. بقولك ايه يا حاج، ما سمعتش على مسرح العرايس؟ سمعت. اتفرجت عليه؟ ايوه بيه. شفت ايه؟ شفت عرايس وناس بتلعبها بيه. انما حضرتك بتسالني ليه؟ لانك لعيب كبير يا حاج. ما شاء الله ما شاء الله. ابو حسين. ايوه حاج. انت اللي عليك حراسة المكان ده. ها ما تخافش يا عمي، محدش يقدر يهوب ناحيتنا. اصل ابراهيم انجرح ومش هينام الليله. يا سلام، وبايده ايه يعملوا يا حاج؟ ابراهيم ما يعرفش غير الشر، مش عايز انام واصحى الاقي المكان مهدود. ما تخافش يا ابو الحاج، لو ابراهيم نفسه هاوب الناحية دي أو ناحية المروة هتفينه بالحي. لا يا أبو حسين، أمال مش عايزين دم. ابعدوه بأي شكل لكن من غير دم. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا يا رجالة بقى نشوف شغلنا. أيوة يلا بينا. يا حرموش يلا أخوي. يلا 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 يا باشمهندس. ايه رايك في كلام مصلح؟ بصراحه يا عبد افندي الكلام عجبني. ما هو عجبني انا كمان، بس التنفيذ صعب.
مالكمش دعوه بالتنفيذ، سيبوه عليان، ومش هغربكم زي محمود ما كان بيعمل معاكم ويضحك عليكم وياخد منكم بالالوفات. ان كان علي انا يا مصلحي انا نفسي، بس خايف ابراهيم افندي يزعل. لا مش هيزعل ابراهيم افندي، لما يعرف ان العمليه صعبت هينبسط. انت نسيت كلام النهارده يا حامد؟ انتوا فتحتوا معاه الموضوع ده؟ ايوه، الواد ابو شلوف فكر في نفس الفكره بتاعتك، بس ابراهيم افندي مرضيش. خايف على زعل الحاج؟ لا قصدك خايف على زعل شوكت باه اللي جاي بكره. اول مره اعرف ان ابراهيم ابن عمي ده عبيط وما بيفهمش حاجه. عيب يا مصلحي ما تقولش كده، ابراهيم افندي برضو كبير العيل. لو كان كبير العيل وخايف على مصلحتها مش على مصلحته، كان لازم يرد القلم لمصطفى ابو عامر قبل شوكت ما يوصل. ما هو برضو شوكت باه خايف على زعل صاحبه. بس هيحترمنا ويعمل لنا الف حساب. انت يعني شايف كده؟ ما فيش غير كده. شوكت به لو جه بكره العزبه ولقى ان العوام رمططين دماغنا هيدوس على دماغنا زيهم واكتر، وساعتها يمكن يطرد ابراهيم افندي من العزبه ويرميه زي جزمه قديمه. دي تبقى مصيبه وحطت على دماغي. يا باوي قول على دماغنا كلنا يا عبد افندي. بس انا بقى هخلصكم المصيبه دي وهقلبها على مصطفى ابو عامر. ايه ناوي تهديله المكنة اللي بيبنيه؟ لا المكنة دي بتاعت الكفر كله، انا هضربه في حتة تخصه هو عشان احش وسطه. ما تفهم ده انت لو تعمل ايه يا شيخ الغافر؟ ده سر بيني وبين الرجالة اللي طالعين معايا الليلة دي يا حامد. احنا في بيننا وبين بعض سر يا مصلحي. معلش يا عبد افند، اصلنا حالفين ما نجيبش سيرة لحد الا لما العملية تخلص. بس انا عايز منك خدمة. أؤمر يا مصلحي. رجع فلوسك يا عبد افندي. امال عايز ايه؟ انا همشي دلوقت، بس عايزكم تشهدوا انني كنت سهران معاكم الليله دي. عليك نور، بهيره تطلب مني وانا اترجاك واحنا الاثنين علينا نوافق. ايوه علشان ما نزعلش البنات يا سيدي. خلاص وافق يا عمي. ايوه وافق. مش قلتلك باباكي مش هيرفض؟ لا لا انا معاك اهو، بس كنت بكلم البنات. يوم الجمعه ان شاء الله. متشكر قوي قوي قوي، انا بنفسي اللي هوصل لولا لحد عندك. ايوه طيب تصبح على خير. خلاص يا ستي هديتي، اهي لولا هتيجي معانا. متشكره يا بابا يا حبيبي. يلا يا انسه اتفضلي. وهنسيب عمو شوكت لوحده؟ يوه ما تتحججيش ببابا. يلا على فين يا بهير؟ إيه هروح عند لولا عشان تحضر شنطة هدومها. طب ما تتأخريش عشان هقوم بدري. حاضر. الو اهلا يا حاج مصطفى. اهلا. عاوزة مين يا ست هانم؟ دكتور احمد عامر. فين يا فندم؟ قسم جراحة عنبر 3 رجال. نقول له مين يا فندم؟ اتفضلي بقى قولي له تبقي مين؟ خطيبته. حاضر يا فندم. خطيبته مرة واحدة؟ امال بالتقسيط؟ اتفضلي يا فندم. متشكرة قوي. اتفضلي يا هانم. بهيرة ايه رأيك في المفاجأة دي؟ اهلا وسهلا اتفضلوا. خير في حاجة؟ انا ماليش دعوة، اسأل الأنسة. ومالك مرعوبة كده؟ وحشتنا يا دكتور وجينا نسأل عليك مدام ما بتسألش علينا. معلش ظروف الشغل.
على فكرة قبل ما انسى انا اسفة جدا. على ايه؟ قصدي قلت للي على البوابة اني خطبتك. لا ما انا توقعت برضو ان انت اللي على البوابة. معقولة يا دكتور؟ طبعا يا انسة، احمد طلع لي في الذكاء. هي مش مسألة ذكاء ولا حاجة، ده مجرد تخمين، لان سوسن عمرها ما زارتني هنا. مش ممكن. وحتى لو هتيجي تزورني مش معقول هتيجي من الكفر في ساعة زي دي. انا قلت لها الكلام ده ما سمعتوش واصرت انها تجيلك. طب ما هو كان لازم نيجي علشان تلحق تتصرف. هتصرف في ايه؟ سيادتك هتسافر معنا بكرة. احنا مش متفقين انه الخميس؟ الميعاد اتغير وهنسافر كلنا بكرة علشان نوصل المكنة والجرارات. جرارات ايه؟ اسألها، اصلها دلوقتي بقت بتشتغل مديرة جمعية زراعية. جمعية ايه؟ مش فاهم. بعدين افهمك كل حاجة، المهم انك هتسافر معانا بكرة لاني خلاص اتفقت مع عمي الحاج انك جاي معانا. وكمان كلمتي بابا؟ طبعا، هو انا شوية في البلد دي؟ طيب هحاول اشوف واحد ياخد نبطشية بدالي. مفيش حاجة اسمها هتحاول، هتسافر معانا بكرة يعني هتسافر. قول حاضر بقى عشان الحق احضر شنطتي. انت كمان مسافرة معانا؟ اعمل ايه؟ ما انت عارفها مجنونة. بس دمي خفيف وكلكم بتحبوني، مش كده يا احمد؟ وانا اقدر اقول حاجة؟ اسفة يا بابا، اتأخرنا عليك. وايه اللي اخركم؟ اصلي فوت على احمد. معقول؟ ازاي تروحي له بيته فاتي زي ده؟ لا، احنا قاعدين عليه في المستشفى. كمان؟ معلش يا عم، بابا انت عودتني ما خبيش عنك حاجة. بس ما تحطنيش قدام الامر الواقع وتفاجئيني بالطريقه دي. بابا انا قايله لحضرتك قبل ما اخرج اني هبلغ احمد بميعاد السفر. تبلغيه جايز، لكن تروحي له المستشفى وبالليل؟ وفيها ايه؟ هو حضرتك مش واثق فيا؟ مش مساله ثقه، احمد فلاح ومش عاوز يفهمك غلط. عمو شوكت عنده حق في النقطه دي بالذات، وما تقوحيش بقى. يعني خلاص انتوا الاثنين اتفقتوا عليا؟ طب يا سي بابا انا غلطان، حقك عليا، ما تزعلش بقى. بس لو كررتيها تاني انا هزعل حقيقي. وانا ما اقدرش على زعل بابا ابدا. وبعدين يا بهيرة وبعدين؟ أنا خايف عليك يا بنتي، واللعبة اللي بتلعبيها المرة دي خطر علينا كلنا. ممكن يا أنسة تقولي بتضحكي على إيه؟ بضحك على عبطك يا أنسة. صدقيني يا بهيرة عم شوكت فاهم كل حاجة. طب ما انا عارفة. ومش خايفة؟ واخاف من ايه؟ انا بعمل حاجة غلط؟ مش خايفة يزعل منك وياخد موقف؟ تبقي ما تعرفيش بابا. يعني ايه؟ يعني بابا بيحبني، ويوم ما يتأكد اني عاوزة حاجة هيعمل المستحيل علشان يساعدني. يا سلام، حتى في موضوع احمد؟ في كل حاجة. بس المهم ازاي اخليه يتأكد اني بحب احمد حب حقيقي واني ما اقدرش اعيش من غيره. لازم لنا الشيخ غفر واتنين يساعدوه. بس اتنين مش كفاية يا ابو الحاج، دول 2000 فدان. في الاول كفاية، بس اللي تختاره يا عطوة يكون الشيخ غفر مصحصح علشان محدش يضحك عليه. والله يا ابو الحاج انا بفكر في واحد، لكن يعني خايف ما توافقنيش. ها قول بتفكر في مين. ايه رأيك يا ابو الحاج في ابو حسين؟ ولد جدع، لولا وقفتوا معانا كان زمانكم بتاخدوا العزا فيه. يا ربنا يديك الشر عليك. يبقى خلاص على بركة الله، بس هو يوافق. نزرعه في أرض الجمعية، مش هيسيبها. ونزرعه ازاي يا الحاج؟ ناخده معانا
ونديله 5 فدادين يحس ان الارض ارضه ويخاف عليها ويبقى قلبه عليها. طب ومين اللي هيساعدوه يا بلحاج؟ انت وبدوي بس اذا ولاد عمكم وافقوا. ابو الحاج ابو الحاج يا واد ارض المانجا بتاعتك بيكسروا في الشجر. ايه هي حصلت؟ مين ياد اللي بيكسروا الشجر بتاعي؟ هيكون مين يعني غير رجاله ابراهيم؟ لا ده حكايه ما يتسكتش عليها. بينا يا رجاله. ولا حد يتحرك. في قانون وهو اللي بيتصرف. عملها مصلحي. الله يخرب بيتك زي ما خربت بيتي. ايه وانت مالك انت يا فندم؟ مالي ازاي يا غبي؟ امال المصيبه هتتحط على دماغ مين؟ على دماغ اني؟ انت مالكش ذنب واني مستعد اشهد بكيدي. ومين هيصدقك يا غبي؟ منك لله يا مصلحي، منك لله. ولما انت ناصح قوي كده ما عملتهاش من بدري ليه؟ مستني اليوم اللي جاي فيه شوكه بيت. تحب احضر لك شيشه عشان تهدي؟ مش عايز شيشه. انت تاخد بعضك وتنزل على الكفر بسرعه تنتهي لعبده. حاضر. اقول له ايه؟ ما تقولوش حاجه، اقول له يجي يشوف لنا حل في المصيبه دي. هتلم ايه ولا ايه يا ابراهيم؟ ها؟ حاج مصطفى؟ هتلم الكلام اللي مال الكفره على ابني ولا العربيه اللي ضربته في مصر؟ والله العظيم ما ليا ذنب، انا مظلوم، مظلوم! انت كذاب، وانت عارف انك كذاب. والله يا ابو الحاج اسكت يا عم. شايف ابراهيم الرجاله قد ايه؟ شايف؟ سبتهم عليك الليلة هيقطعوك حتت. يا حاج اسمعني الأول وبعدين. أنا مش جاي علشان أسمعك، أنا جاي أقول لك كلمة واحدة بس. المانجا اللي اتقطعت ما تهمنيش. يا حاج المسعيد دفع التعويض من 100,000. هتدفع يا إبراهيم، هتدفع. ويا ويلك لو حد من الرجال تتعور. يلا يا ولاد تحت المأمور ده من الوصف. مأمور؟ أنت بلغت له حد؟ هنا هناخده بالقانون يا ابراهيم. يا حاج انا ماليش ذنب، انا مستعد للتحقيق يا حاج. حقك عندي يا حاج. منك لله يا مصطفى، منك لله. عملها مصلحي. الله يخرب بيتك زي ما خربت بيتي. ايه وانت مالك انت يا فندم؟ مالي ازاي يا غبي؟ امال المصيبه هتتحط على دماغ مين؟ على دماغ اني؟ انت مالكش ذنب واني مستعد اشهد بكيدي. ومين هيصدقك يا غبي؟ منك لله يا مصلحي، منك لله. ولما انت ناصح قوي كده ما عملتهاش من بدري ليه؟ مستني اليوم اللي جاي فيه شوكه بيت. تحب احضر لك شيشه عشان تهدي؟ مش عايز شيشه. انت تاخد بعضك وتنزل على الكفر بسرعه تنتهي لعبده. حاضر. اقول له ايه؟ ما تقولوش حاجه، اقول له يجي يشوف لنا حل في المصيبه دي. هتلم ايه ولا ايه يا ابراهيم؟ ها؟ حاج مصطفى؟ هتلم الكلام اللي مال الكفره على ابني ولا العربيه اللي ضربته في مصر؟ والله العظيم ما ليا ذنب، انا مظلوم، مظلوم! انت كذاب، انت عارف انك كذاب. والله يا ابو الحاج اسكت يا عم. شايف ابراهيم الرجاله قد ايه؟ شايف؟ لو سبتهم عليك الليله هيقطعوك حتت. يا حاج اسمعني الاول وبعدين. انا مش جاي علشان اسمعك، انا جاي اقول لك كلمه واحده بس. المانجا اللي اتقطعت ما تهمنيش. يا حاج المسعيد دفع التعويض من 100,000. هتدفع يا ابراهيم، هتدفع. ويا ويلك لو حد من الرجاله تتعور. يلا يا ولاد راح المأمور ده من الوصف. مأمور؟ انت بلغت لحد؟ هنا هناخده بالقانون يا ابراهيم. يا حاج انا ماليش ذنب، انا مستعد للتحقيق يا حاج. حقك عندي يا حاج. منك لله يا مصطفى، منك لله. دي مصيبة، الحكاية لعلعت خالص يا حامد، والبوليس مال الكفر وربنا يستر. أنا المهم خدت بطاري من مصطفى أبو عامر، ولسه ما هيشوف مني. يا باوي أنت ناوي تخبطه خطة تانية يا مصالحي؟ وأني هرجع عنه لما أجيبه الأرض هو وسع عطوة بتاعه. بقول لك إيه يا مصلحي؟ ما تهدي اللعب الليلة دي لغاية ما نشوف الحكاية هترسي على إيه؟ ترسي مطرح ما ترسي يا عبد أفند، أنا أخاف عليه يعني؟ أنا اللي عندي تجارة زيك والأرض زي إبراهيم أفندي.
اهو دي اللي انا كنت عامل حسابه. بقول لك ايه، خلي بالك، انا وحامد كنا سهرانين عندك طول الليل. مين اللي بيخبط؟ افتح يا عبد افندي، انا مصبح الغفير. توحد الله يا حاج. لا اله الا الله يا عمر. انا عارف ان الخبطه جامده، عارف، لكن نعمل ايه؟ نعمل ايه في الناس اللي ما بتخافش من ربنا؟ نعمل ايه ازاي يا عمر؟ ده زرعي اللي رويته بعرق. ايوه انا عارف ان الزرع غالي قوي زي الولد تمام، لكن الحمد لله نحمده ان الخبطه ما جاتش في حد من العيال. حد من العيال؟ والله ما يكفيني الف زي ابراهيم. ايوه ايوه انا عارفك. ايوه انت ناوي تتهم رسمي يا حاج؟ انا ما بتهمش حد من غير دليل. امال ناوي تعمل ايه يا حاج؟ ابراهيم عارف اني مش هفوتها له، وهيجيني والجزمه على رقبته. ايوه ايوه لكن نفرض يعني انه ما جاش، هتتصرف ازاي؟ قول لي انت يا عمده هتصرف ازاي؟ طب قفل قفل. بعدين اهلا يا بيه. اهلا يا بيه. اهلا. اخبار المعاينه ايه؟ للاسف النجيله على الارض مش مبينه اي اثر. ايوه معلش، هو الواد مصلحي انا بعت الغفير مصبح والشاويش عبد الله عشان يقبضوا على الواد مصلحي. انت تتهمه يا حاج؟ انا ما اتهمش حد من غير دليل يا بيه. مصلحي يا بيه، أنا قلت لسعادتك مصالحي، محدش يعمل العمدة السوداء دي إلا الواد مصالحي. وأنا كمان بشك فيه يا حاج. والله ده عملكم أنتوا بيه، أنا معرفش فيه. سلام عليكم. يلا بينا كلنا، والتحقيق هيبين كل حاجة. كفاية يا مصالحي، كفاية. سيب لي شوية العقل اللي فاضل لي مطرحهم، عشان أعرف أفكر في حل للمصيبة اللي طبت على دماغي من تحت راسك. إيه ده يا حضرة الناس؟ مصلحي قصده خير. بس طين سكوت الحاج مصطفى ده مش مطمني ابدا. ولع يا فندي، ده اللي بيطاطلها بتعدي. قلت ايه يا باشا دوف؟ مفيش حاجه، كلمه وفلتت. ما تاخدش بالك يا فندي، ما انت عارف ان ابو شادوف ده متخلف، ولما بتلعلع معاه بيقول اي كلام. لا استنى يا عبده، قلت ايه يا ولد؟ قلت اللي بيتعطله بتعدي. براه عليك يا ولد، خد يا ولد، خد العشرة جنيه دي، حلال عليك يا بوي. ورقة بعشرة تذبح الجمل، الهي تطفحها. ايه الحكاية يا فندي؟ ايه اللي عجبك في كلمة ابو شالوف؟ جت في وقتها يا عبده. يعني ايه يا فندي؟ يعني لازم اطاطي عشان انفذ اللي في دماغي. ما تفهمنا انت ناوي تعمل ايه يا فندم؟ لازم اقابل الحاج مصطفى وفي داره. يا عصام دول ناس ما لهمش اي امان، ممكن يعملوا اي حاجه. ايوه اهلا يا عطف، تعالى يا بدر. صباح الخير يا حاج. صباح الخير. صباح الخير يا اخويا. ايه خير يا ولاد؟ الباشمهندس قال لي ان ابراهيم جاي على ابويا الحاج، فوت على عطوه وبدوي ولمنا 10 راجل من رجاله العيله. لمتوهم فين؟ واقفين كلهم بره بالبنادق مستنيين يشوفوا ايه جيد ابراهيم دي وراها ايه. ايه رايك بقى؟ ادي 20 نفر اهو، هتعملي الشاي لابراهيم ولا اخش اعمله انا؟ حاضر يا سعصام، ولو انه خساره فيهم. تسلموا يا رجاله. احنا في دارك يا حاج. ومن دخل دارك جاب الحق عليك. بلاش الكلام ده، لا داري ولا مش داري، انا مستعد انقل القعده في دار اي واحد فيكم واخد حقي كامل. واحنا مستعدين لحقك يا حاج. قبل ما نتكلم في اي حاجه انا عايز اسال مصلحي سؤال. خير يا حاج، عاوز تساله عن ايه؟
عددكم كان في الكف بالولاد والحريم 70 80 مش أقل من 100 يا الحاج. وأنا يا مصلحي تحت إيدي كم راجل يقدروا يقطعوا رقاب؟ ربنا يبارك، مش أقل من 2000 راجل، وتذاكر الانتخاب بتاعتهم عندي. سامع يا إبراهيم؟ عاوز تقول إيه يا حاج؟ عايز أقول إني صابر عليك صبر الحليم اللي بيقدر ويعفي، مش صبر الضعيف اللي بيخاف. استغفر الله، محدش قال إنك بتخاف يا حاج. قول للمصلحي اللي كان في إيدي أخليه ياخد تأبيد النهارده. إيه؟ أنا ما عملتش حاجة عشان آخد تأبيدي. محدش عملها غيرك، ولولا إني بخاف من ربنا كنت لبستها لك. أنت هتلبسها لي بالعافية يا أبو الحاج. ما دام الذوق مش نافع معاكم، أنا كنت أقدر أبعت لك 70 80 راجل من بتوعي ياخدوك من دارك ويضربوك بالنار جنب الشجر اللي قطعته، ويبقى إبراهيم يدور على دمك إذا كان شاطر. مش أنت اللي يعمل كده يا حاج. ما توصلنيش بقى إن أعملها. خلاص يا حاج، اللي فات مات، واطلب الحق اللي يرضيك. لغاية دي لا، أنا مفوض العمدة. وأنا موافق، فضل يا عمدة. كده؟ طب ما دام حكمتوني بقى، نبتدي بتعويض الشجر اللي اتقطع. كم يعني؟ 10,000 جنيه. كم يا عمدي؟ دول 3 فدادين مانجا كانوا هيطرحوا السنة دي يا عبده. خلاص يا حاج، أنا موافق، كمل يا عمدي. ندخل بقى على حق شوكت باه والحج اللي أجرته عليهم، وابني اللي ضربته العربية في مصر. حق كل واحد كام؟ ها؟ 5,000 جنيه. مش كتير 20,000 جنيه؟ دي مش بيعة كيماوي هنفصل فيها يا عبده. أنا موافق على 30,000. طب يلا بينا بقى نمضي الكمبيالات يا حاج. ما بشككش، الفلوس هتندفع النهاردة، يعني هتندفع النهاردة. سيبك منه يا حاج، الفلوس هتكون عندك بعد ساعة، بس أنا ليه راجع عندك. عارف يا إبراهيم، مش هجيب سيرة لشوكت، ويكون في علمك إن دي آخر مرة هسامحك فيها. خلاص بقى يا أبو الحاج، إحنا ولاد النهاردة. هنشوف يا مصلحي. على فكرة يا أحمد، أول ما أنا وصلت أقول لماما بهية والأختي سونسون يعملوا لنا الفطير بسرعة، أحسن أنا هموت من الجوع. اطمني يا بهيرة، كل حاجة جاهزة. حكاية الفطير دي تتأجل لبكرة. ليه بس يا فندم؟ لأن في حاجات مهمة لازم أعملها النهاردة، وأنتي ولولا هتستنوني في العزبة لحد ما أخلص وأجي لكم. لا يا سي بابا، إحنا ما اتفقناش على كده. يا بهيرة، عم شوكت عنده شغل. طب وماله؟ بابا يروح شغله وأنا وسيادتك نستناه في بيت عمي الحاج. لكن يا بهيرة يا بنتي. واحد يا بابا ما تقولش لأ. مش معقول كمان أقعد أنا ولولا في العزبة لوحدنا. وبصراحة بقى أنا مشتاقة لماما بهية والأختي سونسون. وانت فاكراهم فاضيين ليك ولا ايه؟ خلاص يا فندم، مدام دي رغبتها. ايوه يا احمد يا ابني، بس مش معقول تفرض نفسها بالشكل ده. كلام ايه ده يا فندم؟ هي بهيره غريبه عشان تفرض نفسها، دي رايحه بيتها. متشكره قوي يا احمد. شايف خطيب اختي بيدافع عني ازاي؟ هقول لك ايه انت وخطيب اختك يا ستي؟ تقول له موافق عشان ما ازعلش احمد. حاضر حاضر يا بهيره، حاضر. يا بهيرة، انت بقيتي مش معقولة. مش قلتلك يا لولا بابا ما يقدرش على زعل؟ احنا ما جبناش، احنا يا دوب صرفنا الفلوس من البنك وجينا جري على طول. ايوه يا سيدي، بس الحاج اضطر، معلش يعني اضطر يمشي عشان يروح يقابل شوكت بيه. ايه دي، هو البيه وصل؟ ايوه وصل، والحاج راح له عشان يسلم عليه وفوضني استلم منكم الفلوس. وبعدين انا خايف بقى يروح يلسن علينا عند البيت. لا ما تخافش، طمن، هو راجل مجرم صحيح لكن كلمته واحده. اتفضل يا عمده، 30,000 اهم. ايوه 10,000 لزوم تعويض الشجر، هسلمهم للحاج. وال20,000 الباقيين؟ ال20,000 دول بتوع الحق، هيفضلوا امانه عندي حسب تعليمات الحاج. طب بقول ايه يا عمده؟
ما تيجي نسلم على البيه، مش واجب برضه؟ اي والله واجب. تمام، اشيل الفلوس بس واجي لكم. ادخلي يا حبيبتي ادخلي. تجنن، مش قلت لك؟ ايه يا سوسن واقفه كده ليه؟ ما تيجي خش يا ضنايا. واقفه ليه؟ خش. تعالي سونسون اختي لولا، زميلتي وصديقه الطفوله. اهلا يا انيسه لولا. اهلا يا سوسن. حقيقي قمر. ده انتي اللي قمر وكلك ذوق. متشكره قوي يا ماما بهيه. لا 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 لا، عندك ماما بهيه دي بتاعتي انا، انا بس اللي اقولها، احمد نفسه ما يقدرش يقولها. سوسن، بهيره ولولا عايزين يتغدوا النهارده فطير. بس كده من عينيا يا حبايبي، من عينيا. متشكره. ها اوعى تغلطي وتقولي ماما بهيه. هو انا قد المتوحشه دي؟ سامعه يا ماما؟ يقولوا على بنتك بهيره متوحشه قدامك يرضيكي كده؟ لا يا ضنايا ما يرضينيش. ايه يا اولاد ما تخفوا عنها، دي ست الكل. انت اللي ست الكل حبيبتي. يا احلى ماما في الدنيا. طيب استاذن انا بقى. على فين يا احمد؟ هروح اشوف المكنه والمروه، ولا ماليش نفس زيكم ولا ايه يا ست سوسن؟ لا روح يا ابني، مع السلامه. بس اوعى تتاخر، احسن ناكل الفطير كله وما نسيبلكش ولا حته. مع السلامه يا ضنايا. الله يسلمك. ايه قاعده ليه؟ قاعده معاك يا بهيره. قومي بلاش كسر عشان نعمل الفطير. معقوله يا بهيره بتعرفي تعملي فطير؟ اسالي ماما. بذمتك مين اللي عمل الفطير المره اللي فاتت؟ هو في حد في شطارتك؟ قومي قومي يا سوسن عشان نخلص اللي ورانا. قومي. حاضر يا مرات عمي. بس لولا وبهيره مين؟ قومي يا سوسن قومي، شوفي شغلك، احنا مش ضيوف. قومي خلصي بسرعه ما تاخريش. حاضر. اهلا. حلوه حلوه وزي القمر. يلا يا ضنايا مش فاضيين. يعني شكلي مش مبهدل في الجلابيه الفلاحي دي. احنا هنتعجب يا سوسن قدام الفرن لما نخلص اللي ورانا. البسي اللي يعجبك. يلا حصليني بسرعه وهاتي الغربال. سكتي ليه يا بهيره؟ بفكر في سؤالك الغريب ده. انا سؤالي مش غريب ولا حاجه، انا فعلا جالي الاحساس ده وانتي بتسلمي على سوسن، حسيت انك بتحبيها. انا بحب سوسن فعلا. هو ده الاحساس اللي جاي، خصوصا وانتي بتبوسيها بحراره. يستحيل تكوني بتكرهيها. واكرهها ليه؟ سوسن ما اذتنيش في حاجه. بس اهتمامك باحمد ممكن يأذيها، يحطمها غصب عني. انا حبيت احمد غصب عني. حبيه زي ما انت عايزه، انت حره في نفسك. بس ما تأذيش سوسن، حرام عليكي. احمد كل شيء في حياتها، ما تقدرش تستغنى عنه. مش اكتر مني يا لولا، وانت عارفه. اتاخرتي ليه يا سوسن؟ كنت بدور على الغربة. لو بتحب احمد حقيقي ما تلخبطلوش حياته، احسن لك انت وهو تبعدوا عن بعض. خايفه ما اقدرش، لكن هحاول على قد ما اقدر وربنا يساعدني. ما كانش يصح تتصنطي عليهم. مش قصدي والله يا مرات عمي، كنت فايده بالصدفه وسمعته. حتى لو بالصدفه ما كنتش تقف يا بنتي. اسمعني، ما قدرتش. أتهم بيتكلموا عني انا واحده. اكفي على الخبر مجور، ما تخليش حد يحس منهم ابدا، وانا ليا تصريف تاني مع عنك. طب يلا بينا نتغدى، ولا ما جوعتوش ولا ايه؟ بصراحه حاج المنظر يفرح ويخلي الواحد ينسى نفسه كمان. ايوه ايوه ده صحيح، بس كله بنفسك يا باه. البركه فيك فعلا يا سعاده البه والله. امال لولا شوكت بيه ما كناش مشينا بالسرعه. يا جماعه يا جماعه، انا ما عملتش اكتر من الواجب. اخلاصكم هو الاساس. شهاده لله يا بيه، اخلاص ما فيش بعد كده. ازيك يا عبده، انت جيت امتى؟ اول ما دريت ان سيادتك شرفت جيت انا وابراهيم افندي. على فكره يا ابراهيم، عملت ترتيبات الحفله بتاعت بكره. امال يا بيه كل حضرتك طلبته وزياده شويه. ودعيت الناس زي ما قلت لك. طبعا يا بيه، ما خليتش حد ما دعيتوش. كويس.
يلا بينا. اتفضل يا حاج. يلا استنى يا عصام. ايه؟ ما تحكي لي ابراهيم وعبده مالهم مرعوبين كده ليه؟ من اللي شافوه يا ابني. تعالى بس وانا احكي لك. استنى بس ما تشغلنيش بجد، احكي لي ايه الموضوع. تعالى بس تعالى. مين قال لك الكلام ده؟ مش لازم حد يقول لي عشان احس بان في حاجه حصلت بينك وبين ابراهيم. منظره هو عبده واحنا واقفين عند المكنه بيأكد انهم عملوا معاك عامله زي وشهم. انا اعرف انك نبيه صحيح، لكن نباهه توصل للدرجه دي؟ ده انت حكيت الحكايه كانك كنت معانا. صارحني يا شوكت، مين قال لك ان ابراهيم كسر لي جنينه المانجا بتاعتي؟ احمد. احمد ابني؟ وماله حاجه لما يقول لي عشان احاسب ابراهيم؟ احمد ابنك وقلبه عليك. بس انا وعدت ابراهيم اني ما اقولكش. يعني لو كانش احمد قال لي كنت هتخبي عليا. ناقص مشاكل يا شوكت مع ابراهيم؟ ده اللي حصل له مني النهارده كفايه عليه قوي. ما لسه بدري يا ضنايا. رجعلك يا ماما يا حبيبتي. الجلسة السرية طولت قوي يا سي بابا. خلاص يا بهير انا جاي. طب يا حاج. يبقى خلاص يا شوكت زي ما اتفقنا. ها ما تجيبش سيرة لابراهيم انك عرفت حاجة عشان ما تحرجنيش. واحرجك ليه؟ هو مين اللي غلط، انت ولا هو؟ اسمع يا شوكت، انا كرامتي كبيرة قوي في الكفر، اساسها شخصيتي انا قبل عيلتي الكبيرة. جرى ايه يا حاج؟ وانا لسه هعرفك النهاردة. يبقى ما تحرجنيش قدام ابراهيم. حاضر يا حاج، امرك. مع السلامة يا شوكت. مع السلامة. أنستونا وشرفتونا. الله يخليك يا حاج. شوف بقى، بياد في العزبة مفيش. قلت لك راجع يا حاج، هو بس يعني في شوية حاجات كده هخلصها مع إبراهيم. أنا مش هنام قبل ما ترجع. اطمن يا عم، قبل المغرب هيكون بابا عند حضرتك، أنا المسؤولة. طمنت يا حاج. ربنا يخليها لك يا شوكت. مع السلامة، أوعى تأخره. راجع لك يا باشمهندس. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. ازاي يا دكتور يا محترم تغلط غلطة زي دي وتحرجني مع ابراهيم؟ انا يا بابا؟ ايوه، لما تقول لشوكت وشوكت يتخانق مع ابراهيم تبقى بتحرجني مع ابراهيم. يا بابا لكن عصام ما قاليش ان حضرتك وعدت ابراهيم. من غير ما يقول لك يا اخي اوزنها، انت دكتور وفي ايديك ارواح ناس. انا اسف ولو اني يعني تصرفت بحسن نيه. انا عارف انك انت تصرفت بحسن نيه وجيت مع شوكت وبنته برضه بحسن نيه. طب ودي كمان غلطه؟ طبعا غلطه. تفتكر سوسن ما تضايقش؟ هتتضايق من ايه بس؟ دي خطيبتك يا اخي ومن حقها تغير عليك. الله. يا بابا انا ما عملتش حاجه تخليها تغير عليا. مجيتك مع شوكت وبنته مش تضايقها؟ قول لي بصراحه، انت عايز سوسن ولا لا؟ مش عايزها. ازاي بس يا بابا؟ دي فاتحه مقريه ومن احنا اطفال. كلمه واحده، عايز سوسن ولا ناوي تفضحني؟ هفضحك ازاي بس يا بابا؟ عايزها طبعا. يبقى ما تعملش حاجه تضايقها. انت ناسي اني هكتب كتابكم قريب ويمكن تطلع في دماغي واعملها بكره. ازاي يا بابا؟ طبعا فاهم. تبقى تخف رجلك شويه عن بيت شوكه، انت فاهم؟ يا بابا انا اسمع يا احمد، انا مش ناقص مشاكل، مش عايز مشاكل في بيتي، كفايه عليا المشاكل اللي بره يا احمد، وكفايه الراغي اللي عليك وعلى بهيره. اتفضل. بعد اذنك يا بابا. سلامة. تاني يا فندي. حد عنده حق فعلا، في طرق تانية غير القتل، والخطوة الأولى عليك أنت، وفي الحفلة تكمل بديعة بغير المفاجأة التالتة. يا حضرة الناظر أنت متأكد من اللي بتعمله؟ متأكد قوي. ادي بديعة 100 جنيه. المصاريف كترت قوي ومن غير فايدة. حاضر.
اتفضلي يا بديع. من يد معدمه. ما تعديش يا بديع، دول 100 جنيه والمية التانيين بعد ما نخلص، بس لو اتأخرت ثانية أو خنتي. ودي بتعمل ايه دي يا فندي؟ وصلها يا بشادوف. قدامي يا بديع. وانت يا عبدو؟ نعم. جاهز الفلوس؟ وانا شغلتي غير الفلوس؟ جاهز بالفلوس، بس انت متأكد من اللي انت بتعمله؟ متأكد قوي. ده الفضيحة هتبقى بجلاجل، وهنخرج منها زي الشعرة من العجين. خلاص يا عبدو، اعتبر حطب القطن بتاعك. ده عشمي في سيادتك، ربنا يخليك. اتفضل بيه. ايه ده؟ 500 جنيه عربون. يا راجل خلي فلوسك في جيبك، انت مستعجل ليه؟ يا بيه ما تكسفنيش، هو مبلغ بسيط، انما يساعد بقى في مصاريف الحفلة. فكرتني، انت طبعا هتكون معانا، ما تنساش. انسى ازاي يا بيه؟ احنا عندنا اعزم الست بهيرة. والست بهيرة دخلها ايه؟ يا خبر، كل الناس عارفة يا سعادة البيه. ألف مبروك. ألف مبروك على إيه؟ على خطوبة الست بهيرة للدكتور أحمد. أنت جبت الكلام ده منين يا عبدو؟ يا خبر يا بيه، إذا كان الكفر كله عارف يبقى خدامك عبدو ما يعرفش. ها خير؟ بشر بلع الطعم وكان هيتجنن. ما شكش في حاجه من ناحيتنا. طب واحنا مني؟ اذا كان الكفر كله بيتكلم، بس تفتكر شوكت بيه هيعمل الحفله بعد اللي سمعه؟ ما يقدرش يرجع في كلامه بعد ما دعينا كل الناس. ده انا حتى لسه مكلم الواد صلاح عشان يوصي الطباخ. فكرتني بالواد صلاح، المصاريف تقلت علينا قوي اليومين دول. اهدى يا عبدو اهدى، الحاج موجه عالي اليومين دول، وانت عارف صلاح مع الرايجه. ايوه بس انا عايز اقول. ما تقولش حاجه، انت تروح دلوقتي تغطس، ما تقبش الا في الحفله. ما اقبش الا في الحفله. ايوه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ما بترديش؟ ده كلام ما يتردش عليه. انت شايفه كده برضو؟ طبعا، ده راجل مجنون وبيخرف. عبده مش مجنون يا بهيره، ده انسان خبيث وفاهم اللي بيقوله كويس. وانا ذنبي ايه؟ تصرفاتك ادت الفرصه لواحد زي ده انه يتجرأ ويقول الاشاعه السخيفه دي. انا ما بعملش حاجه غلط، وبقول لحضرتك على كل تصرفاتي، وما بعملش حاجه من وراك. انا عارف انك بتتصرفي تصرف طبيعي، لكن الجرأه والهزار الزايد بيتفهم هنا في الريف غلط، وانا سبق قلت لك الحكايه دي ما سمعتيش كلامي. خلاص يا بابا، من هنا ورايح هعامل احمد رسمي. انت مش هتقابل احمد الليله دي، لاننا هنبات في العزبه. معقول يا بابا؟ وارتباطك مع الحج؟ مالكيش دعوه بالحج، انا هكلمه بالتليفون اعتذر له، وبكره لما اشوفه في الحفله هفهمه. اللي تشوفه. حدد كلامك، انت زعلان من مين؟ من عمي ولا من الشاويه سوسن؟ هم الاثنين بقى زعلوني النهارده. هي تقابلني مكشره وابويا عمال يزعق لي طول اليوم، وبقيت بتهزق في البيت ده. انا مش هقدر استحمل بقى كده كل ما اجي خميس وجمعه. عندك حق، تعمل بنصيحتي. ارجوك يا عصام، انا تعبت بقى ومبقتش قادر استحمل. خلاص ريح دماغك واطلب ايد الشاويش من المأمور. من عمي. هو لمح لي كده النهارده انه عايز يكتب كتابنا يعني. طب ومستني ايه؟ قوم يا اخويا، ابوك يرجع في كلام. انا اروح لوحدي؟ ايوه دلوقتي يعني. طب ما تيجي معايا. لا روح انت بقى، مش انت العريس، سيبني انا بقى مهد لك الجو مع الشاويش بتاعك يا متهم. قوم يا اخويا، قوم بالخطوه السريعه، قوم هتتجوز الشاويش تأكيدا ان شاء الله. اظنك معيش وحلاوه. ايه رايك بقى؟ انت متاكده ان بهيره قالت الكلام ده؟ بقول لك سامعاه بوداني وهي بتتكلم مع لولا. يا عصام انا ساعتها قلت لمرات عمي. طب واحمد ماله؟ ماله بقى ازاي يا سي عصام؟ اذا كنت انا سامعاه وهي بتقول انها بتحبه ومش قادره تبعد عنه. افهمي، المهم هو بيحب مين؟ بيحبك انت ولا بيحب بهيره؟ يا سلام، هو نضمن منين؟ اضمن منين انها ما اثرتش عليه وان هو لسه عاوزني؟
لعلمك بقى احمد طلبك مني النهارده. معقول؟ وعايز يكتب كتابك بسرعه. طب وانت قلت له ايه؟ رفضت طبعا. اتجننت؟ اتجننت ليه؟ مش هو ده اللي انت عايزاه؟ لا طبعا، انا ما قلتش اني مش عايزه ابن عمي. امال عايزه ايه يا شوش؟ يا عصام افهمني، احمد ابن عمك انسان طيب وعلى نياته، وبحيره مش سهله زي ما انتوا فاهمين، دي بتطرده يا عصام. وبعدين انا كمان من حقي افهم اذا كان هو عاوزني برغبته ولا غصب عنه. واطمنت دلوقتي يا اختي؟ ما انت بتقول انك رفضت. طبعا لازم ارفض يا بنت الناس، انت مش ليك اب مربيك اسمه الحاج مصطفى والراجل ده لازم يوافق. يعني احمد دلوقتي مسكين هيتجوزك، راح يطلب ايدك من عمك. ارتحتي بقى يا عقد يا كلاكيعو؟ تعرف بقى انك بايخ عشان تحرمي تشك في ابن عمك الطيب. يلا يا اختي قدام، يلا. على فين؟ عشان تقولي لعمك انك موافقه على الروسه يا ننوسه. بت انت مش شاويش، انت شيخ غفر. الرجاله الاول. بديعه؟ ايه بتعملي ايه يا بديعه؟ خدتني يا عصام. يا ضنايا حبه عيني، اسف ما كنتش اعرف انك بتصنطي على الباب يا ضنايا. يا طعني لو كنت عملتها يا عصام، حقني وش كده يا ست سوسن؟ قالي بتاع التصنيط برضو. يا سلام يا بديعه، امال ايه اللي كان موقفك ورا الباب؟ ابدا يا حبيبتي، الحاجة بهية دخلت تكلم الحاج، لقيت نفسي لوحدي، قلت انده عليكي عشان تنقي الحاجة اللي تعجبك، ولسه هخبط سعصام فتحلي. على فكرة سعصام عندي ليك هدية ما فيش كده. ايه نماية؟ لا نماية ايه؟ شوف شايف الشرز المعتبر دي؟ شرز؟ بدعم المستورد اللي ما فيش منه. يا بديعة بطلي بقى، بقى جاية تجري ولا جاية تسمعي لك كلمتين تتجري فيهم في البلد يا ولية يا لقاء؟ بطلي بقى تاخدي الكلمة في ودنها وزو. ايه بديعة السريعة. يلا لا مؤاخذة يا حاجة، انت واحمد لازم اخد رأي سوسن الاول. احمد عايز يكتب كتابك بكرة، ايه رأيك؟ اللي تشوفه يا عمي. خلاص الف مبروك على بركة الله. الله يبارك فيك. الله، وانا محدش يقول لي مبروك ولا ايه؟ الف مبروك يا ضنايا، انت وعروستك. مبروك يا شويش، خدت شريط. خد يا سوس. ايه دول يا عمي؟ دول 1000 جنيه كنت هجيب لك بيهم شبكة، لكن احمد فاجئني. اعمل ايه بقى يا بني؟ ابسط يا عم، افرج عمي دفع لك الكفالة. الله، هي بتعيط ليه بقى دلوقتي؟ فرحانة بيك يا ضنايا. مبروك يا سوسن. الله يبارك فيك. بديعة سمعت الخبر في بيت الحاج وبلغتهولي عشان اقولهولك يا فندم. تبقى خلصت قبل ما تبتدي. ايه وال100 جنيه اللي خدتهم بديعة يا فندم؟ 100 جنيه ايه انت راخر؟ على فكره يا فندم، انا وانا جاي لمحت الوضع عطو رايح ناحيه الكفر. عرفش رايح لمين؟ اكيد شوكت بيه، بعته للحاج. وشوكت هيعوز الحاج ليه دلوقتي؟ انت كان متفق معايا انه راجع تاني، غير رايه ليه؟ يمكن تعبان من المشوار يا حاج وعاوز يستريح عشان الحفله. لا يا مرات عمي، مش ممكن شوكت بيخلف ميعاده مع عمي من غير سبب. لازم في سبب. ما لاحظتش عليه حاجه يا عطا؟ انا كنت شايفه يعني كده متضايق شويه، والست بهيره دي هي وصاحبتها كانوا قاعدين مسهمين قوي. يلا بينا يا عصام، لازم نلحق شوكت. معقول يا عمي هتروح العزبه دلوقتي؟ ايوه، لازم ابراهيم ورا العمليه دي. يلا بينا يا اولاد، هغير هدومي بس. يلا. ايه انت ما بتروحش معاهم ليه؟ انت بتتكلمي بجد؟ يعني مش هتبقي متضايقه؟ جاي ايه يا دكتور؟ يلا يلا بقول لك روح. ربنا يا بنتي يكملك بعقلك. ايوه يا فندم، بس مش واجب برضه ناخد راي عبده الاول؟ ناخد راي مين يا اخويا؟ عبده فندم ده برضه ابن عمك وشريكك وكبير عيله زيك، وواجب يعني شريكي جايز، لكن كبير عيله لا.
مفيش في الرشايده كلها كبير عيله ايلان ولازم تفهموا ده كويس. خلاص ما تزعلش من شيخ الغفر يا فندي، ده يقصد برضو المصلحه. مالكش دعوه بالمصلحه، انا هضرب مصلحتي. انا ما عنديش استعداد ادخل لعبه خسرانه من اولها. الو، اهلا يا سمير، كويس انك اتكلمت دلوقتي، انا كنت لسه هطلبك. خير يا بابا؟ ايه مش ممكن ده عادل حضر كل حاجه. ايوه جاي العزبه بكره حسب اتفاقك معايا. طب وايه اللي خلاك تغير رايك؟ حاضر هحاول امنعه، مع ان عادل ده عنيد. امنعه يا سمير باي طريق، المهم انه ما يجيش بكره. ايوه غيرت رايي ولغيت العمليه كلها. بعدين هفهمك، لما اشوفك هفهمك. مع السلامه. ليه بس يا حاج؟ انا كان قصدي خير. لكن اتهزيت من اول فرصه. معلش يا عمي، عمي شوكت معذور والاشاعه اتضايق فعلا. تضايق مين؟ بهيرة وابوها ولا انت واختك اللي مخطوبه فعلا لحم؟ هي الاشاعه دي وصلت هنا برضو؟ اساليهم، ما تتكلم يا احمد. هي الاشاعه دي فعلا موجوده. سامع يا شوكت؟ كان لازم تقول لي. على العموم الكلام ده كله هينتهي بكره. اشمعنى بكره؟ كان بكتاب احمد وسوسن بكره. مبروك يا احمد. اسمع يا حاج، احمد وسوسن كتبوا كتابهم هيكون عندي هنا في البيت، اوعى تقول لا. ده كلام فارغ. ايه؟ ولما هو كلام فارغ؟ وافقت عبد فندي ليه يا مصلح؟ وانت كنت عايزني اقول له الكلام ده في داره يا حامد؟ ايه؟ تقول له رايك بصراحه. ما هو رايي ده يا ناصح كان هيروح يقوله لابراهيم، وساعتها كان هيبوظ التكتيك اللي في دماغي. فاهم يا حامد يا نبي؟ ودماغك فيها ايه يا شيخ الغافر؟ ليه انا وانت ما نكبرش زي ابراهيم وعاد؟ البحر يحب الزيادة، بس كيف؟ نعمل اللي خافوا يعملوه. يا بوي، قصدك العملية بتاعت الحفلة؟ ايه رأيك؟ انت ناوي تعمل ايه يا مصالح؟ انا هستخبى ورا الجرن ومعايا 7-8 رجالة بالبنادق وهوب نشغل ضرب النار. يا بوي، اوعى تكون ناوي تقتل شوكت. لا اطمن، شوكت ده ما يهمنيش في حاجة، ما تخافش، مش ههوب ناحيته. امال مين اللي يهمك يا مصالح؟ مصطفى ابو عامر، هو دي اللي هاخد منه طاري بكره، وساعتها هتشوف ابراهيم وعبده هيعملوا ايه. هياخدوك بالحضن يا مصالح. هيبوسوا ايدي يا حامد، وكلمتي هتمشي على رقبه التخين فيهم، واللي عايزه هاخده بعد ما هخلصهم من البعبع اللي هبلهم. طيب افرض ابراهيم هيوافقك عشان مصلحته، تفتكر العوامر هيفوتوها لك؟ يا حامد العوامر ما يسويش حاجة من غير مصطفى. الكلام حلو، بس قول لي نعمل ايه؟ بينا على بديع، ولا ما انتش عايز تكبر زي اولاد عمك اللي طلعوا على كتافك؟ يا بوي يلا. يجازيك يا مصلحي، بقى مصحيني من النوم عشان تقولي ما تتأخريش بكرة. طب ماني متفقة مع ابراهيم افندي على كده. يا بنت يا بديعة افهميني، حضرة الناظر بعتنا مخصوص نقولك ما تتنقليش من دارك طول النهار لغاية ميعاد الحفل. اه يعني اتحبس في الدار واني واحدة ليه؟ بديع، ها بأمارة 10 جنيه دول ما ترديش على حد يجيلك في النهار. ارد ازاي يا اخواتي؟ ده انا حاطة طرشة وما بسمعش. يلا بينا يا حام. كنت فين يا صلاح؟ غطسان فين من الصبح؟ انا شغال من الصبح عبد ناظر. شغال فين؟ انا من طلعت النهار بدور عليك عشان تساعد في ترتيب الحفل. عبد ناظر انا شغال من الصبح في ارض الجمعيه مع الباشمهندس عصام. باشمهندس عصام؟ وايه اللي شغلك مع الباشمهندس عصام؟ انت ناسي انك موظف عندي بالعزبه؟ لا 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 مش ناسي ولا حاجه، بس عم الحاج هو اللي قال لي. هو كلام الحاج
ينسيك شغلك عند البه يا صلاح افندي. وفر كلامك يا ابو شادوف. شوكت بيه كان موجود ووافق كده برضه يا صلاح. بقى انا بدور على مصلحتك في غيابك وانت بتلعن عني وتديني ظهرك. تدور على مصلحتي يعني ازاي يا فندي؟ ازاي؟ قول له يا ابو شادوف، قول له انا كنت بتحايل على مين ليله امبارح عشان خاطره. كان بيتحايل على عبده يا فندي. وتتحايل على عبده يا فندي عشان ايه يعني؟ عشان تمسك له حساباته وهم قرشين ينفعوه كل شهر. بس انا كتر خيرك يعني، انما مش هقدر. حد يرفص النعمة برجله يا صلاح افندي؟ استنى انت يا ابو شادوف اما اشوف ايه الحكاية. ايه الحكاية يا صلاح؟ دول 30 40 جنيه في الشهر وممكن يبقوا 50 لو شديت حيلك. برضو مش هقدر عشان ما عنديش وقت. يا سلام، هو شغل العزبة قطع بعضه يا صلاح؟ لا، ان كان على عزبة الشغل مدور عليه يعني، انما هي حسابات الجمعية اللي هتاخد مني شغل كتير. جمعية؟ وانت مالك ومال الجمعية يا صلاح؟ ما هو عم الحاج كلفني بحسابات الجمعية. وانت ازاي تعمل حاجة زي كده؟ انا عندي من وراي. طب وانا هعمل ايه يا فندي اذا كان البيه هو اللي امرني؟ دي الحكاية مرسومة بقى. ايه؟ مرسومة ايه؟ حكاية ايه اللي مرسومة يا ابو شادوف؟ استنى يا ابو شادوف. خلاص يا صلاح، اوصل لحد الدوار شوف الطباخ خلص ولا لسه. حاضر يا فندي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه حكاية الحاج اللي عمال يقفلها من كل ناحية؟ اصبر يا ابو شادوف، كلها يومين ثلاثة وشوكت بيه يسافر والملعب يفضى عليا انا والحاج. شوف مين فينا اللي هيكسب. يا سلام، هو شغل العزبة قطع بعضه يا صلاح؟ لا، ان كان على عزبة الشغل مدور عليه يعني، انما هي حسابات الجمعية اللي هتاخد مني شغل كتير. جمعية؟ وانت مالك ومال الجمعية يا صلاح؟ ما هو عم الحاج كلفني بحسابات الجمعية. وانت ازاي تعمل حاجة زي كده؟ انا عندي من وراي. دي الحكاية مرسومة بقى. ايه؟ مرسومة ايه؟ حكاية ايه اللي مرسومة يا ابو شادوف؟ استنى يا ابو شادوف. خلاص يا صلاح، اوصل لحد الدوار شوف الطباخ خلص ولا لسه. حاضر يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه حكاية الحاج اللي عمال يقفلها من كل ناحية؟ اصبر يا ابو شادوف، كلها يومين ثلاثة وشوكت بيه يسافر والملعب يفضى عليا انا والحاج. شوف مين فينا اللي هيكسب. ممكن بقى نستريح عشان نعرف نسهر بالليل. استني هنا، انت هتنامي وتسيبيني وانا في الحالة دي؟ لا، ما انا لو في ايدي حاجة اعملها هقعد معاك لبكرة، لكن خلاص الحكاية انتهت. عارفة انها انتهت، لكن اللي مجنني تصرف بابا. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ يا ستي بيحب الحاج وعايز يقدم له مجامله رقيقه في مناسبه زي دي على حساب اعصابي. مش كفايه ان احمد هيضيع مني؟ يوم بابا يصمم ان يكتب كاتب كتابه هو وسوسن هنا في العزبه قصاد عيني؟ ليه يا بابا؟ ليه تعمل فيا كده؟ غصب عني يا بنتي، أنا حاسس بيكي كويس وعذرك، لكن مش بإيدي. وكان لازم أعمل كده، كان لازم أكتب كتاب أحمد وسوسن في بيتي علشان أحميك يا بهيرة وأقضي على أي إشاعة طلعها إبراهيم. أنت متأكد هذا يا شادوف؟ يا فندي انا فضلت مراقب السراي زي ما حضرتك قلت لي، وما اتحركتش من قدامه الا ما طلعوا يناموا كلهم. يعني عادل ما جاش؟ عادل ولو اني ما اعرفوش، لكن لا جالهم عادل ولا غيره. يبقى سمير لحق وكارتن عليه. اسمع،
اطلع طوالي دلوقتي على دور البنت بديع. تحب انا اديها لك؟ لا ما تناديهاش، قول لها تتخمد في دارها الليله دي، ما تعترش برجليها بره البيت. حاضر يا فندم. لما تتفلق مش هفتح. وبعدين يا بنت يا بديع، لتكون واحده بتولد وعاوزينك. بنت يا خضر. نعم. ما شفتيش بديعي؟ لا ما شفتهاش النهارده. تحب لما اشوفها اقول لها حاجه؟ لا كتر خيرك، هشوفها لما تيجي العزبه. شوفوا يا اخوات، ابراهيم افندي ولقمه بعت ابو شادوف يتجسس علي ويشوفني نفذت كلامه ولا لا. منك لله يا ابراهيم افندي يا ابن حواء وادم. معلش يا بديع، ما حدش بياكلها بالسهل. وعلى العموم هو عمل طيب انه صحاني بدل ما تروح عليا نومه وما لحقش الحفله وتضيع عليا بقيه المقاوله. شوف يا مصالح، تقطيع الشبك وضرب النار وقتل الخلايق دي شغلتك وتفهم فيها، انما الطب والدواء ده من اختصاص يعني يا حلو، واللي اقول لك عليه تنفذه. ايوه يا حامد، بس مش هفهم الاول. دلوقتي لما انت تقتل الحاج مصطفى ابو عامر، النيابه هتاخدك بالحوض ولا هتحقق معاك؟ لا طبعا هتحقق معاي، والمأمور مش هيرحم. يبقى لازم يا حلو تثبت انك انت في الليله دي بالذات ما اتنقلتش من دارك. ايوه يا حامد، مش انت هتشهد معاي؟ شهادتي انا لوحدها مش كفايه يا مصالحي، ده قتل مش هزار. وهتقتل مين يا مصالحي؟ وبعدين يعني نأجر واحد يجي يشهد معايا؟ ايوه، بس واحد انما ايه شهادته ما تخرش الميه. مين دي؟ الدكتور احمد ابن المرحوم الحاج مصطفى اللي هيتقتل على ايدك ان شاء الله. انت تهبلت يا حامد، ده احمد هيشهد معايا بعد ما اكون ضربت ابوه. بالراحه علي، بالراحه علي يا مصالحي. هو احمد ده مش دكتور؟ اهم بيقولوا. ولما يجي يكشف عليك ويلاقيك عيان هيقول اللي شافه ولا هينكر؟ ايوه بس انا مش عيان يا حامد. هتعي، هتعي ان شاء الله وعيا موت. خد ايه دي؟ كيلو حلاوه بالشطه، كلهم بالهنا والشفه. ايوه بس انا ما بحبش الحلاوه. معلش، حبها الليله دي عشان تعي. يعني هي دي اللي هتعيني يا حامد؟ يا ماوية، نص ساعة بالكتير وحرارتك هتبقى ولع، بس انت بقى تسبق الدار وتخطرف في الكلام. وتفتكر يعني العملية دي هتخيل على احمد؟ بقول لك انا اختصاص الطب والدواء، والعملية دي متجربة قبل كده، وشوف بقى الدكتور احمد هيقول لك ايه. ها ايه رأيك؟ ما تروحش يا احمد. ايه يا عروس، مستعجلة على كتب الكتاب ولا ايه؟ يا سامي مش وقت هزار يا احمد، انت لسه ما معكش تصريح بمزاولة المهنة. افرض الحكاية دي كانت مقلب. مقلب ازاي يا ضنايا؟ هو حد بيطلب العيل روحه؟ يا مرات عمي، حتى لو كان مصالحي عيان، افرض انه مات بعد ما كتبت له العلاج، تفتكر ان ابراهيم هيسمي عليك؟ اكيد هيبالغ فيك. وبعدين يا عصام، سوسن برضو كلامها معقول؟ خليك واد جدع واعمل باصلك. اعمل باصلي؟ طب قول لي انت اعمل ايه؟ يا شغلانة، بلغ الدكتور مفتش الصحة واستأذنه. افرض الدكتور سيد قال لك روح لمصلحي، هتروح لوحدك يا دنايا؟ ايه ده؟ ما تخافيش يا مرات عمي، أنا هروح معاه. بينا يا دكتور. يا سلام يا أخويا، أنا هروح معاه. أنا معاك. أنا مش هنا. لو حد سأل عليا يا بيت قولي له مصلحي مش هنا. أنا مش هنا يا بيت. يا ماوية، ده بيخطرف يا دكتور. معلش يا حامد، بس ده يجيله ليلة. حطير أجيبه من أرزفانة المركز. وعملوا له كمادات ثلج بسرعة عشان الحرارة تنزل. طيب افرض ما نزلتش يا دكتور. لو ما تحسنش من هنا لغايه الصبح الدكتور سيد هيجيله بنفسه. يلا بينا يا عصام.
بعد اذنك يا دكتور. عيب عيب، بتعمل ايه يا حامد؟ بلاش غلط، يلا بينا يا احمد قبل حامد ما يلخبط تاني. متشكرين يا اولاد الاصول، بس بقول يا دكتور افرض مصالحي تعب اكتر من كده. انا هكون في العزبه، لو احتجتني انا هكون هناك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. مع السلامه. يا بيت قوم فرز، ما تستموتش فيها، ما تستموتش فيها. ايه غارو في 60 داهية. وتفتكر خالد على الدكتور احمد؟ ايه داني حامد اللي ما يغلبوش غلاب، وبكده يشهد انك عيان 100%. حامد يعني اضرب وانا قلبي جامد؟ لو قتلت 100 باذن الله براء. انت جاي مخصوص عشان تعتذر لي؟ ايوه يا بهيره. ما كنتش اعرف انك بالاخلاق العاليه دي كلها. بهيره ما يصحش كده. لا مؤاخذه يا عم، بهيره عندها حق، انا نفسي ما كنتش مصدقه ان ممكن عادل يخبط المشوار ده كله عشان يجي يعتذر لبهيره. معاكوا حق، انا فعلا كنت سخيف جدا مع بهيره، لكن حسيت بغلطتي. اسمع يا ابني، احنا هنا في الارياف وانا راجل ليا سمعتي، باختصار كده انت عاوز تقول ايه؟ يا عمي انا غلطت في حق بهيره وجاي اصلح غلطتي قدام حضرتك. هنا في العزبه يا عادل. مش ذنب يا لولا، انا حاولت اتصل بيها اكتر من مره كانت بتصدني. غلطه ايه اللي انت غلطتها وجاي تصلحها هنا؟ بصراحه يا عمي انا في لحظه غضب صورت جوابات بهيره وشلت النسخ مع النيجاتيف بتاع صورنا مع بعض، وجاي الليل عشان ارجع كل حاجه. طول عمرك نادر، قلتلك ما يصحش كده. انا اسف يا عادل. الله يخرب بيتك. وانا مالي يا حضره الناظر، انا بقول اللي سمعته. المهم يا واد يا ابو شادوف، سمعت ايه تاني؟ الجدع اللي اسمه عادل زعل وقام عشان يسافر. يعني غار في داهيه؟ لا، ما هو البيه طيب خاطره وعزمه عشان يحضر الحفله. الله يخرب بيتك انت والبيه في يوم واحد. ايه ده يا حضره الناظر، اعصابك مش كده؟ اهدى ازاي يا عبدو، اهدى ازاي؟ انت لازم زفت الطين عادل ده جاي ليه؟ مدي يا بت، يا بت يا بديعه، مد مدي، اسم الله عليك مدي يا اخي، مد مدي شويه كده. بقول لك يا بديع، الليله ليلتك، عايزك تلعلع اخر لعلعه بقى يا بديع، يلا اتكل على الله. وقفت ليه يا راجل؟ انت مش هتيجي معايا ولا ايه؟ يا بوي اجي معاكي فين يا وليه انت؟ انا رايح بيت ابراهيم افندي عشان اخليه يجهز لك بقيه المقاوله. يعني بعد ما اعمل الشويه بتوعي ابقى اطلع على دار ابراهيم افندي؟ يا بوي انت تمسك مخك يا بنت، انت تخلص الشويتين بتوعك وتطلع على دارك على طول. وبقيت الفلوس يا حامد هتوصلك لحد عندك ان شاء الله. اعمل حسابك ان الجنيه ما ينقصش مالي، حكيماني عارفاك تموت في الخنساره. يا بنت يا بنت حقك هيوصلك، وفوقهم بوسه كمان، وفوقهم بقشيش معتبر، بس عايزك تلعلع كده وتعملي شويتين بتوعك اللي انا عارفهم ده. يلا داني هقول ايه والد، ما حصلتش. يلا بس تجري على الله، تجري على الله، تجري على الله. البقشيش قال يا عيني عليك يا بديع، على ابراهيم افندي عرف. هيا شويه يا بنات، هيا بدل الرغل ترقوه ده. هيا شويه. اه يا اللي الشر بيجمعكم على فين والمين رايحين؟ الناس على الحب بيتفقوا وانتم على ايه متفقين؟
الغدر بينطق في عينيكم وسلاح مجنون ملك ايديكم يا ترى على ايه ناوي حسبوا يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين جاهزين يا رجاله خدوا بالكم اول ما بديعة تشتغل والهيصه تقوم هنشن على مصطفى ابو عامر وانتوا عليكم الباقي عارفين هتعملوا ايه بعد كده اطمن يا مصلحي ده عمك رجاله وهنعمل لك حريقه ما حصلتش ابدا شدوا حيلكم وانت يا حامد روح دلوقتي عشان تدينا الاشاره روح خلي بالك يا مصلحي يا باوي ده العيار يتدب فيالي بدل الحاج يا حامد ده انا مصلحي ده انا عيار ما يخرش الميه طيب انا هديك الاشاره وبعدين حسبك على ظهرك ضري لو انت لو توكلني حلاوه بشطه تانية يا حامد يا باوي ما هم لازم اول ما يوصلوا لك ظهرك يلاقوك سخن وبتفرفر يا مصالح خلي بالك استعدوا يا رجال رايحه فين يا وليه قلتي رايحه بارك في البيت الف مبروك يا سعاده البيت لا مبروك ولا غير روحي دلوقتي اي الله هي الست بهيره هتتخطب للدكتور احمد كل يوم ايه اللي جاب الوليه المجنونه دي هنا مؤكد ابراهيم زقها اوعي الكلام ده يستفزك يا وليه والشابش يا احنا ما اتفقناش على ده يكون في عيني ده بره اللي عارف. ربنا يتمم بخير يا ست بهيرة بس تعالي هنا يا خربت البيوت ومحدش قادر عليكي ولا ايه يا بنتي يا عزيزة حرام عليكي ما تقطعيش عيشي اجي جاي ابارك للست بهيرة والدكتور احمد واخد اللي فيه الاسم ايه يا عزيزة بقى كده يا بهيرة تسيبي واحد زي انا عشان تتجوزي واحد فلاح خد يا احمد وامشي هنا استني يا شوكه يلا بينا روح فين يا حاج ما اتفضحنا كلنا خلاص هنضرب يعني هنضرب احنا مش جايين نلعب الليله بس الدنيا هاصت يا شيخ الغفر هنضرب مين ونفادي مين هنضرب فيهم كلهم انا هبتدي بمصطفى ابو عامر
لازم اوشهم الليله ويا رب تبقى الليله غبره على دماغتهم. امرك يا شيخ الغافل. ها تصبح غريبة، قتلها الغدر والحقد اللي فيكم وما قدرتوش على قتل الحقيقة. لا هي ظلمت ولا خانت ولا كانت في يوم منكم جنيتوا عليها، والجاني ماهوش واحد غريب عنكم. بريئة، ضحيتكم بريئة. رد علي يا عزيزة، عزيزة رد علي، رد علي. مين اللي ضرب فيكم قبل ما اقوله؟ محدش فينا ضرب ولا سرقة. ايه؟ انتوا هتجننوا ليه؟ امال الرصاص ده جاي منين؟ احنا سمعنا ضرب الرصاص زيك بالظبط. طب كل واحد يطلع على دار لحد ما اديكم خبر. يلا يلا يا رجال. مسكتوا حد يا عودة؟ لا لسه يا سعادة البيه. في مصابين غير عزيزة؟ لا هي عزيزة وبس، بس تعبانة قوي. ربنا يستر. أنا متأسف يا شوكة بيه، الموقف زي ما سيادتك شايف. معلش معلش، بس ربنا ينجي عزيزة. يا احمد في ايه؟ بقيه في حياتك يا عطور. في حياتك عزيزه؟ رد علي عزيزه، رد علي عزيزه، عزيزه رد علي عزيزه. عزيزه طلعت رتب الحاج. عزيزه ماتت يا بيه. ايه ده يا عطور، خليك راجل. حتى ازاي؟ امال لو كانوا عاملين لي اعتبار كانوا قتلوها قدام عيني. دم مراتك مش حيروح هدر يا عاد. عزيزة عزيزة عزيزة. ما لقيتوش حاجة برضو؟ كان في رجالة بتجري من هنا. ما عرفتش يمسكوا حد منهم؟ ده كلام. لو كنت سقطت أي حد في رجليك كان وقع. المسافة كانت بعيدة والدنيا ضلمة. أنا متأكد إن محدش عملها غير مصالحي ولازم أخلص عليه. مش وقته، يلا بينا. هو مفيش غير الهلف مصالحي. مش معقول يا فندي يعملها من غير إذن. إيه؟ وهو حضرة النظر كان إداله الإذن يوم ما قطع جنينة الحاج. أهو مش هدوب قالها لك. أيوه يا فندي، بس دي موضوع أكل. ما ظنيش مصلح يعمل عامله زي دي لوحده. امال هيكون مين يا عبده؟ هيكون مين؟ اني وانت كنا في الحفله مع بعض وانت عارف رايي. واني ما اتنقلتش على يدك يا اخويا. اتنهي، هتعمل لي فيها سبع البرومبه؟ حد كان خد رايك؟ هو ما فيش غيره مصلحي. الله يخرب بيتك زي ما خربت بيتي وضيعتني. ايه وانت مالك يا فندم؟ مالي ازاي يا بني ادم؟ هو في حد هيشربها غيري؟ اشربها ليه بس يا فندم؟ هي النيابة لما تحقق مش هتثبت انك بريء. اعقل يا عبده، لو النيابة برئتني شوكة بيه ومصطفى ابو عامر مش هيبرئوني. خدها من قصيره وقول له مع الحقيقة. يقول لي مين يا والي؟ يقول للنيابة ان مصلحي هو اللي عاملها واللي عمل حاجة يشرب. مش بقول عليك غبي؟ ليه يا فندي؟ مصلح ده زي الضافر في جسمي، مش بسهل اخلعه يا بني ادم، حتى لو شفته بعينيا وهو بيقتل. دكتور احمد، ورد باقوال عطو عامر زوج المجني عليها ان مصلح الرشيدي هو الجاني بتحريض من ولاد عمه ابراهيم وعبده الرشيدي. ايه رايك؟ هي حكايه التحريض دي ممكن طبعا يا فندم، لان في خلاف بين العيلتين، لكن اللي انا متاكد منه ان مصلح بريء. احمد، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا بقول الحقيقه يا عطو، مصلح بريء يا فندم. مصلح مش ممكن يكون قتل عزيزه. يا احمد دي مش كلام، دي بنت عمك برضو. اهدى يا عطوه، مش كده يا ابني. اهدى ازاي بس يا ابو الحاج؟ اهدى ازاي؟ ما انت بتسمع الكلام اللي يطير المخ.
ما قتلهاش ازاي؟ مريان هي اللي قتلت نفسها ولا هي ساعه البيت؟ ما حد يرد على اخي. وبعدين معاك يا عطوه؟ وبعدها لك يا عطوه دي ما تهدمها. دكتور احمد، انت متاكد ان مصلحي بريء؟ يا فندم انا حلفت اليمين. صحيح الكلام اللي هقوله ممكن يضايق عطوه ابن عمي، لكن واجبي كطبيب يحتم عليا اقول الحقيقه اللي اعرفها. حقيقه ايه؟ مصلحي مش هو اللي قتل عزيزه وبس، ده مستحيل يكون هو اللي قتلها. مستحيل ليه؟ لانه في وقت ارتكاب الجريمه كان في حاله ما تسمحلوش بالخروج من بيته. مش عرفك؟ قبل وقوع الحادث بساعتين استدعوني للكشف عليه، وكان في حاله غيبوبه وحرارته فوق ال 41. افرض فاق وحرارته نزلت؟ مش معقول بالسرعه دي، وعلى العموم ممكن اعاده الكشف عليه للتاكد من حالته. أرجوك تبلغ الطبيب الشرعي بالكشف على مصلحي بمجرد ما يخلص من تشريح الجثة. حاضر يا فندم، هنبلغه حالا. وأنت يا دكتور أحمد، يا ريت تبقى مع الطبيب الشرعي عشان تديله فكرة عن تشخيص حالة مصلحي ساعة الكشف عليه قبل الحادث. تحت أمرك يا فندم. عطوة أرجوك ما تزعلش مني. وأنا هزعل منك ليه؟ هي اللي اندبحت دي مش بنت عمك برضه زي ما هي مراتي؟ يا بنت رد على امك يا بنت. تشخيصك مظبوط يا دكتور احمد. يعني مش ممكن استجوابه؟ مستحيل طبعا، استجوابه ازاي في حاله الغيبوبه دي؟ يعني الدواء ده ما منوش فايده خالص يا دكتور. بالعكس، ده هو العلاج الوحيد، وتعملوا له كمادات تلج زي ما قال لكم الدكتور احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامة، أنستو وشرفتو، مع السلامة، أنستو وشرفتو. ما فيش احتمال يكون مصلحي فاق بعد الدكتور أحمد ما كشف عليه؟ مش ممكن، لأن كل الأعراض اللي شفتها بتأكد إن الغيبوبة كانت مستمرة. نفترض إنه فاق. وحتى لو فاق، وده أمر مستبعد، ارتفاع الحرارة هيفقدوا التوازن، ومش ممكن هيخرج من بيته ويمشي مشوار زي ده علشان يرتكب جريمة قتل عايزة تركيز. طب متشكر، اتفضل. عندك أقوال تانية عايز تقولها؟ للأسف لا، لأن حالة الاشتباه الوحيدة اللي كنت مركز عليها هي مصلح، وجا كلام الدكتور ده هدها من أساسها. طب متشكر. وبناء على ما تقدم قررنا ما يلي: قيد الحادث جناية قتل مع سبق الإصرار والترصد ضد مجهول. مجهول؟ مجهول ازاي بيه؟ يعني ما حدش في الناس اللي قاعدة دي عارف مين اللي قتل عزيزة؟ حد يرد عليا يا اخوانا. وبعدين معاك يا ابني، استنى لما البيه يخلص المحضر بتاعه. اتفضل يا بيه، اتفضل. وعلى الشرطة المختصة موالاة البحث عن مرتكب الحادث. ثانيا يصرح بدفن جثة المجني عليها. يعني ايه؟ عزيزة ضاعت بلاش؟ عزيزة ضاعت بلاش؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عزيزة ضاعت بلاش؟ يعني كلنا برائي. ده بيتهيألك. فكرك النيابة ترجع في كلامه وتاخد حد مننا؟ أنا بفكر في مصطفى أبو عامر وشوكت بيه، مش في النيابة دلوقتي يا سي عبده. مالهم دول؟ ايه اللي سكتهم؟ ولا هيقدروا يعملوا حاجه، وبالاخص شوكت بيه. على راي ابو شادوه كنت خايف ليه؟ اذا كان شوكت بيه نفسه ما يقدرش يفتح عينه فيك. شوكت بيه جايز، لكن مصطفى ابو عامر ايه اللي سكته؟ كان ايه لزوم ده كله يا مصلحي؟ ما تحاولش تقنعني انك ما ضربتش ولا طلق. يا حميد البندقية هي قدامك، شوف ده انا لسه بنشن، بصيت لقيت الرصاصه طلعت من ناحيه تانيه. امال مين اللي قتل بس؟ ابراهيم، ما فيش غير ابراهيم. كان في الحفل. ابراهيم ما بيقتلش بايده يا حامد، اكيد خلى الواد ابو شادوف عملها. طب انا رايح. تفتكر يعني انه هيقر ويقول لك انا اللي عملته؟ طب والحال يا ابو صالح؟ لازم نعرف مين اللي قتل. فاني هروح له. استنى يا حبيبي، انت ما تقدرش تخرج، انت ناسي انك انت قدام الناس عيان
وبعدين لسه دم عزيزه سخ. انا اللي هروح له. انت ساكت يا مصطفى. عايزني اقول ايه يا شوكت؟ قول اي حاجه يا اخي، اتكلم، ما تسكتش كده، سكوتك ده بيخوفني. بيخوفك على مين؟ على نفسك ولا على بنتك ولا عليا انا واولادي ولا على عزيزه اللي راحت هدر؟ كفايه يا مصطفى، كفايه ارجوك. كفايه ليه؟ مش انت عايزني اتكلم؟ ما كنت ساكت يا شوكت. أنا عارف إن الموقف صعب عليك، بس يعني لازم نفكر سوا عشان نوصل لحل. أنا خلاص يا شوكت، ضعت الليلة دي مش عارف مين الصح ومين الغلط. معقول الكلام ده؟ أنت تتهز قدام قدام إيه يا شوكت؟ عزيزة اندبحت قدام عينيا. يا دي شوية؟ أنا ما قلتش إنها شوية ولا حاجة، بس انت بتكلمني كأن الغلطة غلطتي وكأن انا المسؤول عن موت عزيزة. ايوه انت المسؤول عن موت عزيزة. انا؟ ايوه، لما كنتش عملت عملتك اياها ما كانش ابراهيم زلك واستغل اسمك وطاح في الناس لحد القتل. طب وليه ما وقفتنيش من ساعتها؟ علشان العيش والملح يا شوكت. قلت يمكن تصلح غلطتك. طب قولي دلوقتي اعمل ايه؟ تعمل اللي كان لازم تعمله من زمان، تفك الحبل من حوالين رقبتك ورقبنا. يا مصطفى انت عارف ان ده مش ممكن يحصل بين يوم وليله. لا يا شوكت، لازم يحصل وفورا، والا انا هتصرف بمعرفتي. انت لما المساله توصل للدم يبقى دمك ودم ابراهيم يا شوكت. انت اللي بتقول الكلام ده يا مصطفى؟ ايوه، انا كبير لعمره ومسؤول عنهم ودمهم ساح الليله يا شوكت. اسمع، يا بايدك يا بايدي انا. طب اديني فرصه. عندك الفرصه يا شوكت، على اذنك. استنى، يعني ما بتعزمش عليا اجي معاك ولا حاجه؟ انت مش عايز عزومه يا شوكت، بس بعد ما ادفن عزيزها. طب حاجي معاك. لا يا عطوه، مش هسيبك مهما حصل. ارمي السلاح من ايدك يا عطوه وتعالى نلحق الجنازه. عيب، دي مراتك. يمين بالله عزيزه ما هتندفن الا خلصت طارين ابراهيم وبصلحي. وعلى انت اتجننت يا عطوه؟ عزيزه ما تستاهلش منك ده كله. يجي لك قلب ما تحضرش دفنتها يا عطوه. اه انا بالطريقه دي اهو اخلص عليكم كلكم. خلص على مين يا عطوه؟ على اهلك؟ دي نار جايده في قلبي يا حاج، ومش هعيش في غليلي الا خلصت عليهم هما الاثنين، ابراهيم ومصلحي. ابراهيم وعبده كانوا معانا في الحفل، ومصلحي عيان في داره. يا ابو الحاج هتتكلم زي النيابه؟ ما انت عارف مين اللي قتلها. لو كنت عارف ما كنتش سكت. عزيزه عندي زيك تمام، دمي ولحمي، بس لازم نستعمل العقل شويه. عقل ايه يا حاج؟ خلاص مفيش عقل. دي عزيزه اتذبحت قدامي، اتذبحت قدامكم كلكم يا عوامره، ومحدش فيكم اتحرك. لكن انا والله العظيم ثلاثه اللي هخلص عليهم كلهم. ما انتش خارج في يومك، ابعد عن طريق يا حاج. اضربني يا عطوه، اضربني اذا كنت عايز تخرج. يا حاج ابعد عن طريق، الله لا يسيئك. اسمع كلام الحاج يا عطوه واهدى. بقول لك ايه يا فندي، انت مالكش صالح بينا، ودمنا يهمنا احنا مش يهمك انت. يا عطوه ده انتوا اهلي، اهلك ام ابراهيم الرشيدي وعيلته. ابعد من سكتي يا فندي، ابعد من سكتي. عطوه انت راجل قانون ولازم تمشي بالقانون. القانون ده هيجيب لي حجي ولا حج عزيزه؟ يرضيك يا حج ان دمها يروح هدر؟ دم عزيزه مش هيروح هدر يا عطوه.
سامع يا شوكت؟ دم عزيزة مش هيروح حضر، وبحملك المسؤولية انت وابراهيم. صعبان عليك يا عزيزة؟ حاسة بالذنب، بيتهيالي ان السبب في موتها. يا بهيرة ما تكبريش الحكاية للدرجات. لا يا لولا، افتكري اللي حصل ليلة امبارح، اللي عملته الدية، والكلام الحقير اللي قاله عادل، وضرب النار اللي حصل. التركيبة على بعضها بتقول ان انا السبب، وده مش رأيي لوحدي. في حد قالك الكلام ده؟ بابا. عمو شوكت؟ معقولة هو اللي قالك كده؟ ما قالهوش بلسانه، لكن عينيه من ساعة الحاسة بتتهمني. لا يا بهيرة، انت اعصابك تعبانة. انا عارفة بابا كويس، بابا واخد موقف مني، ده ما كلمنيش كلمة واحدة من امبارح للنهاردة. طب ما تزعليش، افرضي انه زعلان منك، هتتصرفي ازاي؟ مش عارفة، انا محتارة، جايز اكون غلطت من غير ما اقصد، لكن مش عرفني ده كله كان هيحصل. خلاص هدي نفسك، ولما نسافر بيقولي له الكلام ده، وانا متأكدة انه هيسامحك. مين اللي قتل عزيزة يا حامد؟ ما هو اش مصلح يا فندم. مصلح كان عيان يا حامد؟ ايوه يا فندم. الله، مصلح كان عيان ومش هو اللي قتل عزيزة، امال مين اللي قتل يا حامد؟ العلم عند الله يا فندم. يبقى انا بقى اللي قتلت عزيزة. مصلحي ما قتلش عزيزة يا ابوي، لو كان هو اللي قتلها كنت هتعرف. اكيد هعرف، واللي مصلح ياخد باله من عطوه، كلنا بقينا في خطر. وقوله انا جاي له. حاضر يا فندم. تعال معايا يا ولي، نوصل لشوكت بيه وبعد نروح دار البنت بديعة. تعال. حاضر يا فندم. هو احنا مش مسافرين ولا ايه الحكاية؟ هنسافر ازاي بس قبل بابا ما يخلص كلامه مع ابراهيم افندي؟ ان جيتي للحق يا بهيرة، انا مش عارفة ايه اللي مصبر عم شوكت على الراجل ده، ما بيطردوش ليه؟ انا زيك بالظبط مش فاهم، ونفسي بابا يطرد النهاردة قبل بكرة. ما تخافش، مش هطردك يا ابراهيم. ما انا عارف يا بيه. ليه؟ بيتهالك اني ما اقدرش اطردك يعني؟ لا العفو يا بيه، دي العزبة عزبة سعادتك، تخلي تخليه وتطرد اللي انت مستغني عنه. انا مش قصدي كده. امال قصدك ايه يا ابراهيم؟ قصدي انك ما تستغناش عني، لاني راجلك ومش هتلاقي حد يخاف على مصلحتك زيي. طب لما انت عارف كده، امال ايه اللي مخوفك مني المرة دي؟ سكوتك يا بيه مش مطمني، ده انت من امبارح ما كلمتنيش كلمة واحدة، حتى واحنا في جنازة عزيزي ما هنش عليك تسلم علي. اسلم عليك عشان اخد بخاطرك يعني؟ مظلوم يا سعادة البيه، احلف لك بايه؟ ما تحلفش، لانك كذاب وانت عارف انك كذاب. ثاني يا بيه. الحاج مش هيسكت يا ابراهيم، وهددني بصراحة وقالها قدام الكل انه مش هيسكت، ومحملنا احنا الاثنين المسؤولية. يبقى حضرتك بقى خايف علي ولا خايف على نفسك من الحاج؟ ما توصلنيش الى اني ادوس على رقبتك. تدوس على رقبتي؟ ازاي يعني؟ ما انت عارف ازاي. مش هاهون عليك. اللي يخرج عن طوعي يهون علي حتى لو بنتي. كل ده عشان الحاج؟ الحاج عشرة عمر وانت هتضيعها بجنانك. خلاص يا بيه، نعقل وندخل في طوعك. عاوز اعرف مين اللي قتل عزيزة. لو اعرف كنت قلت لك. لازم اعرف قبل الحاج ما يدوس علينا ابراهيم. للدرجة دي يا بيه؟ واكتر. مين اللي بيخبط؟ افتحها يا بديع. ابراهيم افندي. ايه يا بديعة؟ فرشتي افتحي حبس النار.
عبد جمال يا مصيبتك يا بديعة يا ليلتك اللي مش فايتة. افتح يا ريت. حاضر. اتفضل اتفضل اتفضل. لو ان الفرشة مش قد المقاس. ايه يا بديعة مش عايزة تفتحي ليه؟ خايفة؟ اخاف وانت موجود يا فندي. يمكن حد زقه. المهم ما جيتيش ليه مع ابو شادوف؟ بصراحة يا فندي ادي خايف من اللي عملتيه ليلة امبارح. انا ما عملتش اكتر من اللي قلتلي عليه. نعم يا اختي انت هتصعبط يا بنت. انا قلتلك اعمل اللي انت عملتيه ليلة امبارح يا وليه يا كدابة. يا مصيبتي امال مين اللي قال يا فندي؟ الكلام مش كان قدامك يا عبد فندي؟ الكلام مش كان على يدك يا ابو شادوف؟ مال الكلام اتغير ليه يا بديع؟ يبقى بألف جنيه حق لو زودت حرف من عندي. انت يا فندي مش قايل لي بعد مثل لسانك. انا عارف اللي قلته لكن رجعت في كلامي وبعتهم لك عشان ما تروحيش الحفله. ابدا ما حصلش. وسال حمد ومصلح اهم لسه على ظهر الدنيا. يسالهم على ايه يا بديع؟ استنى يا عبدو. هما قالوا لك ايه لما اقول لك يوم الاربع بالليل؟ اكدوا علي ما تاخرش يوم الحفله وقالوا لي ما اخرجش من داري طول النهار يوم الخميس وان حد خبط علي ما ردش. رايح في ايه يا ابراهيم يا فندم؟ في اللي قالته بديع. انت اللي قلت لي هتروح الحفله بالليل. ايوه وانا فندم كان متفق معايا على كده. ايوه بس انا غيرت الاتفاق عشان كنت خايف. خايف؟ خايف من مين يا ولد؟ خايف من مصطفى ابو عامر. أنا بقى ما خفتش. يعني ايه يا ولد؟ ما تاخدش بالك منه يا فندم، دي خطرفة حمي. أنا ما عنديش حم. لا عندك. أمال عيان بإيه؟ أنا مش عيان. مش عيان؟ إيه يا حامد؟ يا أبويا، لا يعني هو 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 دلوقتي مش عيان بس هو كان عيان. أنا ما كنتش عيان. أنا اتفقت مع حامد. اتفقتوا؟ اتفقتوا على إيه يا ولد؟ اعمل ايه يا فندم؟ هو اللي طلب مني قال لي عييني شويه. عييته وبعدين قال لي خففني. امال الدكاتره اللي كشفت عليك دول ايه؟ يعني ليله الحفله انت كنت فين؟ كنت هناك. يبقى انت اللي قتلت عزيز. ما قتلتهاش يا فندم. امال مين اللي قتلني؟ انا بقى اللي نفسي انت تجاوبني على السؤال ده. ما تلعبوش في النار وتعيشوا في اللعبة. نار الزمان بتموت نار القلوب صعبة. وما تلعبوش في النار ما تضيعوش الخير وما تجرحوش الغير ياللي في ظلم البشر متجمعين صحبة. وما تلعبوش في النار اتبالوا بين الشجر واتخفوا جوا الهم بس الحينة يا ناس واضحة.